قد انتصر الكلالة هنا في هذه المنطقة؟ نعم. ما تشوفش معنا تاخذ نظرة. وضع حيز الخدمة 50 عائلة بالغاز الطبيعي على مستوى قصر الكلال، وهذه كلها مناطق معزولة، مناطق جبلية اللي كانت محرومة من الغاز لسنوات، كلها كانت تطالب بالغاز. اليوم مديرية توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة صداق اللي وضعت حيز الخدمة هذه 50 عائلة باش تصبح المجموعة نتاعها تاع مناطق الظل اللي متواجدة، وعلى مستوى 7 بلديات نتاعنا 687 عائلة كلها استفادت من الغاز. يا عندي انا دوكا 3 سنين وانا ساكنة هنا سما بدون غاز، يعني كي نقول لك سوفريت صح، يعني كيما مهما القاروره تاع الغاز ما نشريها كيما نقول حنايا سمانه هذيك تفض تخلص دوكا. بصح والله نحمد ربي كي دخلنا الغاز.